اختطف مسلحون مجهولون في العاصمة الليبية سفير الأردني في طرابلس الغرب فواز العيطان واخطدوه إلى جهة مجهولة. وأشارت المعلومات إلى أن ملثمين مدنيين لم تعرف هويتهم اختطفوا السفير بعدما أطلقوا النار عليه أثناء توجهه إلى عمله بصحبة سائقه الذي أصيب إصابة بالغة. وبعد ساعة أعلن الخاطفون عن مطالبهم بالإفراج عن سجين إسلامي ليبي في السجون الأردنية وهو محمد الإدريسي، وذلك في سبيل إطلاق سراح السفير الأردني. بدوره حمل رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور الجهة الخاطفة مسؤولية سلامة السفير، وقال إن حكومته ستتخذ كل الإجراءات للحفاظ على حياته وإطلاق سراحه. يشار إلى أن هذا الحدث هو ثاني هجوم يتعرض له دبلوماسيون وأجانب في هذا البلد الذي يعاني من انعدام الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.